النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرني الله تعالى. ولي الأمر مؤتمن على هذا المال، مؤتمن يعني أمين عليه، يده عليه يد أمانة، يتصرف فيه كما أمر الله، يضعه حيث أمر الله، لا يتصرف فيه كأنه ماله الخاص. حتى نصب بعض الناس يقول مكرمة من ولي، أي مكرمة؟ هو يعطي من جيبه؟ هذا واجب عليه أن يوصل هذا الحق لأصحابه، وإلا فهو ظالم. وكثير مما نراه اليوم في دنيا الناس وفي تصرفات الولاة كله ظلم وشناعة وتصرف في مال الله بغير حقه، بل هو عبث والعياذ بالله. وكأن هؤلاء يعني ما شعروا بما يفعلون، ولا يدرون أنهم موقوفون بين يدي الله، وسيسألهم عن هذا.